المهدى قام وحدتنا وعزة صاحبي جلالة محمد السادس نصره الله وأيده. كأعضاء جامعة الغرف الفلاحية الوطنية بجميع رؤسائها وبمتمثل جهات المملكة 12 جينا اليوم نآزروا قوات المسلحة الملكية في تدخلها وفتح معبر القرقرات وتحت قيادة السامية صاحب جلالة محمد السادس نصره الله، ونعتبر هذا المعبر هو معبر شريان الاقتصاد الوطني واللي ما يمكن نفرطوا فيه، واللي كما تعرفوا جميع المواد الفلاحية والصادرات الفلاحية في اتجاه افريقيا يتمر من هذا المعبر، واللي هو كان اعتبروه معبر اساسي ولا محادة منه. رياض محمد رئيس الغرفة الجهوية لجهة بني ملال خنفرة، هي جهة في الوسط ديال المغرب، وهذا يوم تاريخي اللي حضرنا فيه احنا جميع الغرف الفلاحية على الصعيد الوطني. اولا باش نباركوا هذا التدخل ديال سيدنا الله ينصرو، كذلك التدخل ديال القوات المسلحة الملكية، وكذلك باش نعطي واحد الإشارة للإخوان ديالنا في المناطق الجنوبية بأن المغرب راه واحد، فخصو يعرفوا جميع الإخوان ديال هذه المنطقة بأن هذيك المدة اللي توقف فيها هذا المعبر، فحتى إخوانكم في المناطق الداخلية حتى حنا تأثرنا بحكم أن المواد الفلاحية ديالنا يعني الثمن ديالها هبط بواحد الطريقة اللي هي صعيبة بزاف. إذا هاد الجهة الغنية عن هاد الجهة في المغرب راه جهة ديال المغاربة كاملين، وحنايا هنايا باش ندعموا الإخوان ديالنا في هاد المناطق الجنوبية ونقول لهم بأن حنا رحنا معكم وحنا رحنا إخوان، والرباح ديال المغرب كامل في تطوير هاد المنطقة هادي والسمو بها لواحد واحد الدرجة الكبرى. والحمد لله الآن المغرب تبينوا بأن العمق الأفريقي والمناطق الجنوبية هي أهم ركيزة اقتصادية للمغرب ديال العشرية القادمة إن شاء الله. نيابة عن كافة أعضاء الغرف الفلاحية والعصر الفلاحية المغربية والسلامة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.